يعني يتحدثون عن تأثير الصيام على اللاعبين أو على الفرد العادي، في حين نشهد بأنه كريم بنزيما لاعب ريال مدريد متألق ما شاء الله الله أكبر، 3 أهداف في تشيلسي في مباراة الذهاب، هدف في مباراة العودة، من قبله أيضا كان يقوم بالحجامة، هاتريك أيضا في باريس سان جيرمان. يعني اللاعب وهو حريص على أداء فريضة الصيام، ويتحدث عن أن الصيام يعطي له قوة ورضا كبيرين للغاية، ويتحدث أيضا عن أنه بالتزامه بتعاليم الإسلام يشعر بتحسن كبير من الناحية النفسية وأيضا الناحية البدنية. بماذا تعلق على كلمات كريم بنزيما تلك وعلى أدائه داخل الملعب؟ والله كريم بنزيما يعني كذلك من اللاعبين المتألقين، والآن هو يحطم بعض الأرقام القياسية، وهو النجم ربما أفضل لاعب الآن يعني على الساحة الكروية الأوروبية والعالمية في هذه المرحلة الأخيرة أو هذه في الأسابيع الأخيرة أو في الأشهر الأخيرة. وحقيقة أنا أود أن حقيقة أن يتألق وأن يأخذ حقيقة الكرة الذهبية التي حرم منه وأعطيت لميسي. هذا بمبا تعليق حتى أجيب عن سؤالك. الحقيقة هو يؤدي أداء رائعا ورأيناه، يعني هو الهداف وهو المنقذ لفريق ريال مدريد، الفريق العريق، الفريق الأكثر يعني إحرازا لللقب الأوروبي. نعم رأيناه سجل 3 و3 وهو الذي يعني مكن ريال مدريد من الترشح إلى الدور النصف النهائي. والحقيقة العبادة والدين الحقيقة بالعافية يحفظ الإنسان، والدليل على ذلك أن كريم بنزيما قد جسد ذلك عمليا، لأن المسلم حقيقة يتجنب المحرمات ويتجنب المسكرات ويتجنب المخدرات ويتجنب العلاقات الغير شرعية، وهذا كله يمد في عمر اللاعب ويمده كذلك بالقوة البدنية والذهنية والعقلية والإيمانية. هذا قطيعة يؤثر تأثيرا إيجابيا على عطائه في الملعب، ورأينا هذا فعلا أن كريم بنزيما وأن اللاعبين المسلمين كذلك صلاح وماني، ماني هو الذي سجل الهدف يعني في هدف تعديل النتيجة مع مانشستر سيتي، ورأينا صلاح كذلك. هؤلاء اللاعبون الذين حقيقة يمارسون دينهم و يجتنبون ما نهى الله سبحانه وتعالى وما حرم عنه وما حرمه الله سبحانه وتعالى، هؤلاء بالعكس المدرب يجد يعني بالعكس هم هؤلاء يمثلون يعني حبل إنقاذ ونجاة للمدربين. أنا لولا كريم بنزيما ربما لسقطت يعني لهزم فريق ريال مدريد. إذن اللاعب كلما مارس دينه كما قلت، يعني سأضرب لك مثلا على لاعب نوعا ما، هو لو قارنا بين كريم بنزيما وبين لاعب الإنجليزي والله روني تقريبا نفس السن، روني اعتزل يعني هو نفس السن، انظر إلى عطاء كريم بنزيما وعطاء روني لأنه معروف كان كم من مرة يعني يشرب الخمر ويوم تمسكه الشرطة في مخالفات وفي أشياء. يعني اللاعب المسلم الملتزم التزامه يعني كما قلت يمده بقوة جسدية وقوة ويركز ويكون يعني في صحة وفي عافية، على العكس من اللاعب الذي كما قلت لك عندما سئل يورغن كلوب على لماذا أقحمت صلاح وماني وهم عادة للتوي من البطولة الإفريقية، قال هؤلاء لا يشربون الخمر، وبالتالي ذلك الذي لا يشرب الخمر يعني يستعيد عافيته ولياقته يعني أسرع من ذلك الذي يشرب الخمر.